اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هلا سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن بينها ابرز ملامح الخطه الاستثماريه للدوله للعام المالي القادم 2024-2025، ومتابعه ما تم تنفيذه في خطه العام المالي الحالي 2023-2024، واهم القطاعات ذات الصله بتنفيذ الخطه، والتي تعطي الاولويه بشكل اساسي لتنميه المورد البشري من خلال التركيز بصفه خاصه على قطاعي الصحه والتعليم، حيث وجه سيادته بمواصله الجهود الراميه للتوسع في الاستثمار في الموارد البشريه المصريه والعمل على استكشاف واستغلال كافه الفرص التنمويه المتاحه وتوجيه الاستثمارات بما يحقق اعلى العوائد للمواطنين